لكن احنا في الفقرة دي بنتكلم عن إنجازات وحصاد 2022 على مستوى الألعاب الرياضية المختلفة بخلاف كرة القدم. واحنا بنطلع الفاصل كان الاستاذ احمد رشاد بيقول انه عنده تعليق يخص حاجه قالتها الاستاذه دينا، كان انهي نقطه اللي كنت عايز اكيد طبعا استاذ كريم تعقيبا على كلام زميلتي دينا، عايز اقول لحضرتك ان الفتره الاخيره يعني مصر شهدت طفره كبيره في الاحداث الرياضيه. مصر طبعا قدرت من 2014 ل 2022 ان هي تنظم 280 بطوله. مصر طبعا نجحت في عدد الميداليات في خلال الفتره دي ان هم يحققوا 3500 ميداليه دوليا وقاريا وفي دوره الالعاب الاولمبيه، يعني نجاح كبير جدا لمصر في الفتره الاخيره. بنشوف طبعا ابطالنا موجودين على منصات التتويج في كل المحافل، رفع اسم مصر في كل المحافل. يعني عايز اقول ان مصر الفتره دي وزي ما العالم كله بيشيد بيها ان هي مصر قبلت البطولات الدوليه والعالميه.